سلام الله عليكم مشاهدينا في مسائية الليلة الاستثنائية. لبنان أمام استحقاق الانتخابات النيابية يعتبرها البعض مصيرية لتحديد مستقبل البلاد، بينما يشير آخرون إلى أنها لن تحمل أي تغييرات جذرية. وبرزت في المشهد الانتخابي ظاهرة البرامج الانتخابية المقتصرة على بند واحد، وهو الهجوم على سلاح المقاومة واتهام حزب الله. فهل هذا يعني أن حملة الضغوط القصوى على حزب الله خارجية المنشأ وداخلية الاستهلاك ما زالت مستمرة؟ كيف يستعد الحزب للاستحقاق الانتخابي؟ وكيف يدير عملية التنافس مع الخصوم وبين الحلفاء على حد سواء؟ ما هي رؤية حزب الله لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية في لبنان باستحقاقاتها الدستورية والسياسية؟ وماذا عن البعد الإقليمي المتحرك على وقع الحوار الإيراني السعودي الذي انتقل من السرية إلى العلنية؟ والتحدي مرتفع الوتيرة حاليا بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، والوضع الدولي المتغير وفق مسارات الصراع الدولي في أوكرانيا، وتأثيرات كل ذلك على لبنان. مشاهدينا، ضيف المسائية الاستثنائية الليلة سماحة الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله. سماحة الشيخ حياك الله. الله يحييك. كل عام وأنت بخير. وأنت من هالخير. سعيدون بأننا نلتقي فيك اليوم في المسائية وفي ظل هذه الظروف. نحن دائما نلتقي في ظروف يعني عصيبة تمر في لبنان أو في الإقليم. قبل أن نبدأ حوارنا إذا سمحت لنا ومشاهدينا كذلك، سنعرض تقرير يتضمن تقريبا المستجدات الحالية على الساحة اللبنانية. نتابع التقرير ونبدأ الحوار. القصة في لبنان دائما كما يقولون شعبيا ليست رمانة، إنما قلوب ملآنة. وفي زمن الانتخابات تمتلئ القلوب وتكثر المشاريع، ولا تكاد تسأل مسؤولا أو مواطنا حتى يقول لك إن الانتخابات تعطل فقط بحدث أمني كبير. عنوان فضفاض وشماعة تحتمل تفسيرات عديدة، ومشهد طرابلس أمس وبدرجة أقل حادثة عائشة بكار لا يخرجان عن هذا الإطار. فعلى إثر حادث إنساني أليم كغرق المركب، خرجت مجموعات إلى الشارع بسلاحها تنطق بخطابات ارتفع سقفها فوق حدود المأساة، إلى الحديث عن إلغاء الانتخابات ومهاجمة البعض لفريق سياسي ورئيس الجمهورية. مشهد يتناقض مع دعوات بعض داعمي هذه المجموعات خلال السنوات الماضية التي حملت شعار إجراء انتخابات مبكرة والحديث عن تغيير كبير سيطرأ على المجلس النيابي. لكن ضباب التصريحات النارية التي تلت حراك 17 من تشرين انقشع، وأظهرت الوقائع على الأرض واستطلاعات الرأي وتثبيت تحالف حزب الله التيار الوطني الحر مدعما بحركة أمل ولو انتخابيا، أظهرت أن حسابات الصناديق لن تتوافق مع طموحات أصحاب شعارات الثورة والتغيير المدعمة بتحريض الغرب وبعض العرب وتحديدا بعض الخليج التي تستهدف فريق المقاومة وسلاحها كعنوان وحيد جامع لخوض السباق الانتخابي. ردة الفعل في الشارع الطرابلسي وإن هدأت نسبيا اليوم، إلا أنها مؤشر على أن الأيام المتبقية إلى حين الوصول إلى الاستحقاق النيابي لن تكون سلسة، وأن أي حادث إنساني أو اجتماعي لن ينجو من التسييس والاستغلال السياسي. أما أدوات هذا الاستغلال فيبدو أنها جاهزة ومستعدة للتحرك في أي لحظة. هذه التطورات في المشهد السياسي تؤكد أن المقبل على لبنان لا يتعلق بانتخاب مجلس نيابي فحسب، إنما يطرح جدلية تاريخية مفادها أين سيكون لبنان في السنوات الآتية في المنطقة والعالم، وأي خيارات تنتظر مكوناته. أجاريد دندش، بيروت، الميادين. سماحة نائب الأمين العام، أعود أرحب بك. التقرير الذي عرضناه يختصر ربما الحوار ومحاور الأسئلة التي سوف نطرحها. أولا، المشهد هذه الأيام في لبنان وما تابعناه سواء كان على المستوى الأمني ما يجري، أو هل تعتقد بأنه يمكن أن يؤثر على الانتخابات؟ يعني نحن لسنا لازلنا في مرحلة عدم يقين إن كان
سيكون هناك انتخابات أم أن هذه الأحداث يمكن أن تؤثر عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل الأطراف من دون استثناء، المحلية والإقليمية والدولية، عملت خلال الفترة السابقة على الدعوة إلى إجراء الانتخابات، لأن كل جهة عند آمال معينة معلقة على الانتخابات لإجراء تغييرات وتعديلات وتعديل في مواقع وموازين القوى. وبالتالي صحيح أنه حصل من خلال القراءات المختلفة احتمال تعديل الصورة، يعني ليس كما يتصورون أنهم سيحققون الأغلبية الساحقة وأنهم سيقلبون المعادلة وسيغيرون وجهة نظر البلد وسينتقلون إلى مرحلة من حصار المقاومة الإضافي وما شابه. هذا كله يبدو في صعوبة من أنه يتحقق. هذا كان قائم كمشروع، مشروع قائم. المشروع هو ضرب الاتجاه المقاوم في لبنان، ورأسه حزب الله، وهذا بدأ من 17 تشرين عندما استغلت السفارة الأمريكية ومعها بعض سفارات الخليج هذا الحراك الشعبي الصادق والصافي والألم اللي عبروا عنه بشكل كبير، وحاولوا ياخذوه بالاتجاه السياسي بالتصويب أن المشكلة هي من يحكم هذا البلد، يعني الحكومة الأغلبية في المجلس النيابي، وبالتالي يجب تغيير هذه المعادلة. لذلك دعوا لانتخابات نيابية مبكرة، إلغاء الحكومة، تقصير مدة ولاية رئيس الجمهورية. كل هذه الدعوات السياسية كانت موجودة، لكن لأن الحراك الشعبي ليس متماسكا، وبالتالي مش هن بيقودوا هذا الحراك الشعبي، هن ركبوا موجة، وبالتالي ليس هؤلاء معهم أو بإدارتهم، إضافة إلى أنه أي تعديل أي تغيير أي تقصير ولاية بده مجلس نيابي. طيب المجلس النيابي بأكثريته مش موافق على تقصير مدة ولاية المجلس النيابي ولا كل الأمور الأخرى. لذلك الأمور طالت من دون أن تصل إلى نتيجة كما يريدون، وبالتالي خبت نار 17 تشرين بشكل كبير جدا. انكشف أنه في اختلافات واسعة بين الذين نزلوا إلى الشارع حتى بالرؤى، يعني اليوم ما فينا نقول من نزل في 17 تشرين هو ضد هؤلاء الموجودين في الحكم مثلا، فينا نقول أنه هؤلاء ناس عندهم جوع، عندهم عطش، عندهم رؤى سياسية متفاوتة. لذلك اليوم إذا بتقول مجتمع مدني بتقول أنه في بقلبه ناس صادقين صافيين إلى آخره، في ناس من أتباع السفارات، يعني بدك تقسمهم. لذلك أنا عندي مصطلح يعني بعتبر أنه أكثر تعبيرا، هو أنه نحن أمام مجتمعات مدنية في لبنان، ولسنا أمام مجتمع مدني واحد. هاي المجتمعات المدنية إلى علاقة باتجاهات السياسية المتفاوتة والمتفرقة، حتى بعض هذه المجتمعات تتصارع مع بعضها إلى درجة أنه بالترشيحات شفنا أنه بطرابلس مثلا في 5-6 لوائح كلهم اسمهم لوائح مجتمع مدني، يعني مجتمعات مدنية متوزعة ومتفرقة بكل مكان في لبنان في عدة لوائح. من هون بدي أقول أنا أنه لما ما قدروا يعملوا الانتخابات المبكرة ما عندهم خيار إلا أنه تجري الانتخابات في وقتها بهذه الآمال، يعني أنه يعملوا التغيير المناسب. لكن في الحقيقة من كل استطلاعات الرأي يتبين أن التغيير طفيف وأن احتمال قلب المعادلة غير متوفر. هنا بدأ يطرح السؤال، هل إجراء الانتخابات في موعدها في محله أم لا؟ لكن السؤال الثاني، من يتجرأ أن يقف بوجه هذه الانتخابات النيابية؟ أولا استحقاق دستوري، ثانيا كل الاستعدادات قامت على هذا الأساس، ثالثا كل التعبئة الإقليمية والدولية والمحلية قامت على أساس إجراء انتخابات. إذن كيف لا تجري الانتخابات؟ أنا بعتقد
الانتخابات حاصلة في موعدها. لا يوجد أي مبرر لتأجيلها، والأحداث التي نراها هي أحداث محدودة ولها أسبابها، ولا تصل إلى مرحلة أن تقلب أجواء الانتخابات. في قوى لها مصلحة أن لا تجري الانتخابات الآن؟ أنا بعتقد أو بات لها مصلحة. أنا بعتقد أنه اللي بات له مصلحة أن لا يجري الانتخابات ليس عدم إجراء الانتخابات خيار، لأنه طيب بيتأملوا بشو؟ افترض أنه بدهم يأجلوا الانتخابات شهر 2-3-4، ما الذي سيتغير؟ ما الذي سيتبدل؟ خلينا نخلص من إجراء الانتخابات في موعدها، وكائنا ما كانت النتيجة كل العالم مجبور أن يتعاطى مع نتائج الانتخابات أعجبته أو لم تعجبه. طيب في تسريبات سماحتك تقول بأنه تقديرات وصلت للسفارة الأمريكية في بيروت تقول بأنه الانتخابات المقبلة لن تحقق الهدف المنشود، وهو قلب الطاولة في مجلس النيابة وبالتالي التحكم بالأكثرية في الحكومة وإلى آخره، ومحاصرة في نهاية المطاف الهدف المعلن الدائم وهو محاصرة المقاومة وحزب الله. وهذه التقديرات قالت بأن شيئا لن يتغير، وبالتالي فقدت الإدارة الأمريكية حماستها تجاه الانتخابات، وهذا ما يبرر الآن أن الانتخابات باتت عادية وليست انتخابات مصيرية. بالنسبة للاتجاه الأمريكي الذي كان يريد الاستفادة من الانتخابات لقلب المعادلة، نعم وصلوا إلى قناعة الآن أن قلب المعادلة غير متيسر، يمكن أن يحصل تعديلات طفيفة لكن لا يحصل إعطاء الأكثرية لفلول 14 آذار أو للمجتمعات المدنية المواكبة للسفارة الأمريكية. هاي النتيجة وصلوا لهن الآن، لكن السؤال أنه شو البديل عندهم؟ البديل أن يبقوا مجلس النواب الحالي أو ينتظروا ماذا؟ أنا بعتقد ما عندهم أوراق قوة يستخدمونها كبديل عن الانتخابات النيابية أو لاستبدال الواقع القائم، لذلك هن بحالة إرباك. ممكن من ناحية نظرية أنه هن يعملوا على تخريب الانتخابات من ناحية نظرية، لكن السؤال على المستوى العملي كيف سيقومون بذلك، وما هي الفائدة بالنسبة إليهم، وما الذي سيتغير؟ كل ما في الأمر حطول الأزمة أكثر. إذا طالت الأزمة أكثر ما هي الثمرة التي تحصلها أمريكا؟ ما عاد في ثمرة، لأنه لبنان وصل إلى مرحلة الانهيار، وهذه المرحلة تؤثر على الجميع من دون استثناء، وبالتالي ما بيقدر المجتمع الدولي يضل عم يتفرج على الواقع اللبناني وهو ينهار من دون أن يكون هناك ولو بعض التعديلات والتغييرات البسيطة. أنا أستبعد أن يحصل تأجيل للانتخابات النيابية رغم هذه القراءة، لكن يجب أن نعمل دائما لنزيل أي عقبة أمام إجراء هذه الانتخابات. واليوم مثل ما عم نشوف كل الأمور توفرت، إمكانات المالية توفرت لأقلام الاقتراع ووزارة الداخلية، كذلك تنظيم الخارج بست الشهر رح يكون في بداية الانتخابات، وما في ولا مؤشر على تأجيل الانتخابات. طيب في اليوم سماحتك لوائح لخصوم لحزب الله تقوم على برنامج انتخابي واحد كما ذكرنا في المقدمة، وهو الهجوم على حزب الله، الهجوم على سلاح المقاومة في المهرجانات الانتخابية وفي الخطابات وفي الدعايات الانتخابية. حضرتك تحدثت عن 17 تشرين، 4 آب، انفجار المرفأ، تصاعدت الحملة الضغوط ضد حزب الله، واضح كانت الحملة خارجية في ذلك الوقت، تفاعل معها الداخل، وكان في مشروع كما ذكرت حضرتك قبل قليل. بدأنا نشعر أنه هذا الموضوع تلاشى، هو بقرار أن يتلاشى أم تغيرت الخطة؟ وهذه اللوائح التي تقوم على مهاجمة حزب الله اليوم هي بقناعات داخلية أم لا زال الأمر خارجي بتقديركم؟ لحكون واضح معك، هذه الانتخابات النيابية
أريد لها أن تكون انتخابات استثنائية وانقلابية في آن معا، لكن المقومات الميدانية لم تساعد الأطراف الأخرى، والإدارة المباشرة لهذه الانتخابات من طرف المجتمعات المدنية التابعة للسفارة وفلول 14 آذار هي إدارة أمريكية بامتياز. هم يجتمعون في السفارة الأمريكية ويأخذون تعليمات من السفارة الأمريكية، وعلى رأس الاهتمامات تصويب البوصلة ضد سلاح حزب الله تحت عنوان إسقاط الحزب وإسقاط حلفاء الحزب، من أجل أن يستلموا هم الدفة ويغيروا سياسات البلد ومنطلقات البلد. يعني مسألة ثلاثي الجيش والشعب والمقاومة مش عاجبتهم، الانتصارات اللي حصلت على إسرائيل مش هاضمينها، إمكانية أن يكون هناك توازن ردع لا يريدونه، يريدون لإسرائيل أن تكون يدها منطلقة أكثر حتى تؤثر في المنطقة. الزخم الذي أعطاه لبنان للفلسطينيين من حيث المعنويات والمساعدة والتعاون العام، هذا قلب المعادلة في داخل فلسطين المحتلة. يعني الإسرائيلي أصبح في وضع مربك جدا، هذا كله لا يوافق عليه الأمريكي، وبالتالي من يعمل في لبنان تحت المظلة الأمريكية يريد أن يقدم أوراق اعتماد حتى ترضى أمريكا عنه. تلاحظ كثير من اللي بيصرحوا بيكون عم يتحدث عن أي موضوع، إذا بيحكي عن القمح بيطلع معه أنه الحق على سلاح حزب الله، إذا بيكون بيحكي عن الجوع بيطلع معه أنه السلاح هو اللي عمل الجوع، ما في ربط بين الأمور. لكن هذه اللازمة هي لاستدراج التأييد الأمريكي للفريق اللي عم بينادي بهالاتجاه، وأيضا من أجل أخذ الدعم المناسب من أجل أن يربح في داخل الانتخابات النيابية. أنا بعتقد أنه هذا كله ما نفع، وأثبت قبل الانتخابات أنه غير نافع، والآن فيني أقول لك شبه استحالة أن يأخذ الفريق الآخر الأكثرية النيابية في البلد. نعم أنا لا أقول أننا كحزب الله مع حلفائنا نسعى إلى الأكثرية النيابية، نحن لا يهمنا حصلنا على الأغلبية النيابية أم لم نحصل، نعم نريد أن يكون لنا حصة وازنة، والحصة الوازنة كافية لأن يكون لنا التأثير الكافي في داخل البلد حتى لا يتآمر عليه جماعة أمريكا في لبنان. هذا بناء على تقديراتكم بالنسبة لنتائج الانتخابات سمحتك؟ تقديراتنا أنه هن ما بيحصلوا على الأكثرية، ممكن يحصلوا على قسم، غيرهم على قسم آخر، أقسام متفاوتة. بس إذا بعضهم سأل هل يعني هذا أنه إذا هني ما حصلوا على الأكثرية أنتوا بتاخذوا الأكثرية، أنا بحب أقول نحن لا يهمنا حصلنا على الأكثرية أم لم نحصل، لكن بالتأكيد لن يحصلوهم. سنحصل على وضع وازن جدا، وهذا الوضع الوازن كافي ليجعلنا نستمر في حضورنا وتأثيرنا وعدم أخذ البلد إلى المسرح الأمريكي الإسرائيلي. في مسألة أيضا غياب تيار المستقبل وزعيمه سعد الحريري عن المشهد الانتخابي الحالي، وهذا شكل حدث استثنائي كذلك في الانتخابات في لبنان، حزب الله كيف يتعامل مع هذا المتغير، خاصة بأنه في الجدل الداخلي اللبناني هناك من يركز على أن حزب الله قد يستفيد من هذا الوضع انتخابيا أتحدث، وقسم آخر يتحدث عن مضار ربما أن حزب الله لن يجد من يتعامل معه على الطرف الآخر في الجانب السني. أنتم كيف تقيمون هذه المسألة والتعامل معها انتخابيا وسياسيا في لبنان؟ نحن نأسف لخروج الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل من الانتخابات، ولكن لسنا بديل عنه، ولم نكن ننتظر أن يخرج من الانتخابات حتى نأخذ بدلا عنه، لا هي طموحاتنا ولا هيك قارئين الساحة. نعم هناك متضررون وعلى رأسهم القوات اللبنانية،
لأنه كانوا بيراهنوا القوات اللبنانية أن تحصل ضغوطات كبيرة على المستقبل حتى يحصل تحالف بين القوات والمستقبل، وبالتالي ياخذوا شيء 4-5 نواب أكثر مما يأخذون بأصوات تيار المستقبل في المناطق المؤثرة فيها القوات اللبنانية. هون نعم صار في ضربة للقوات اللبنانية أكيد، لأنه جماعة المستقبل الآن مقسومين 3 أقسام. قسم منكفئ ما لح يصوت لحدا، وقسم لح ياخد خيارات عائلية ومحلية، وهي يمكن تفيد ناس مقربين منا أو مش مقربين منا، لأنه هذا موضوع له علاقة بالاعتبارات العائلية والمناطقية. والقسم القليل جدا وهو نافر حتى في الساحة بيعطي القوات اللبنانية، وحسب ما لاحظنا مبين بمناطقهم هول منبوذين الحقيقة من عموم أهل السنة وكذلك من جماعة تيار المستقبل، لأنه بيعتبروا أنه جعجع هو أثر بمسار سعد الحريري بالبلد، واليوم السعودية واضح أنها تتبنى القوات اللبنانية بالكامل. الجهة الوحيدة اللي لازال يخدق عليها الأموال من السعودية بلا حساب هي القوات اللبنانية حتى اليوم، حتى اليوم انتخابات وغير انتخابات. وفي بعض الجهات اللي عملت تحالفات مع القوات اللبنانية، ومنعرف نحن أفراد في بعض اللوائح تصرف عليهم القوات اللبنانية بدل ترشح وحركة انتخابية بأرقام كبيرة جدا من أجل أن يعززوا موقعهم. فاليوم بعتقد أنه خروج سعد الحريري من المعركة الانتخابية أكيد عمل تأثير، لكن التأثير هو في الطرف الآخر. طيب ما ذكرته سماحتك مرتبط بعودة السفير السعودي إلى لبنان. عودة السفير رافقها اجتماعات جرت مع قوى سياسية وأقطاب سياسيين وتصريحات وإلى آخره. هل تعتقد أو هل تعتقدون في حزب الله بأن عودة السفير السعودي إلى لبنان في هذا التوقيت هي لإدارة الانتخابات؟ وما هي رؤيتهم لهذه العملية الانتخابية الآن؟ السفير السعودي هو خرج من لبنان بسبب واهي، بناء على تصريح من وزير قبل استلامه للوزارة. اكتشفوا أن خروجهم من لبنان بهذه الطريقة خسارة لهم ولتأثيرهم في لبنان، فعادوا مجددا إلى لبنان ويريدون ترميم وضعهم حتى ينطلقوا مجددا، ربما بخطة جديدة، بقناعات جديدة، بتبني أفرقاء جدد. لكن إلى الآن ليس معلوما حجم عمل السفارة السعودية في موضوع الانتخابات سوى بعض الطلبات التي تحصل لبعض الوجهاء لدعم القوات اللبنانية، لكن بعدها محدودة. بالنسبة لاستحقاقات ما بعد الانتخابات النيابية أيضا، هل وضعتم تصورات لهذه المرحلة الصعبة؟ يحكى بأنكم ربما تجددون للحكومة الحالية وللرئيس ميقاتي في المرحلة المقبلة. أيضا حزب الله يكرر أنه لم يخوض على الإطلاق حتى الآن في موضوع رئاسة الجمهورية. متى ستبدأون الخوض فعليا في موضوع ترشيحات رئاسة الجمهورية؟ أنا بتمنى أنه يرجعوا الناس للبرنامج الانتخابي اللي أعلنوا حزب الله، وبعتقد نحن من الجهات النادرة في لبنان التي رشحت إلى الانتخابات النيابية ببرنامج مكتوب مفصل يبين ما الذي نرغب أن نقوم به. وشعارنا اللي رفعناه باقون نحمي ونبني نقصده تماما، بأننا سنعمل على خطين: خط استمرار الحماية للبنان، وخط البناء والإعمار بما يتناسب مع
إنقاذ الناس من الحالة المأساوية التي وصلوا إليها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي. هذا كله هو برنامجنا، ومعروف عن حزب الله أنه يعمل بهدوء وبخطة وضمن برنامج، وبالتالي لا يصح الآن أن نقول ما هي خطوات البرنامج التفصيلية المتعلقة بالحكومة ورئيس الحكومة قبل أن نرى نتيجة الانتخابات، حتى لو كنا نتوقعها. بالأول تنتهي الانتخابات، منكون انتهينا مرحلة، يبدأ النقاش بيننا وبين الأطراف المختلفة في المجلس النيابي حول رئيس الحكومة المناسب وتشكيلة الحكومة المناسبة ورئاسة الجمهورية. أما رئاسة الجمهورية فهي بعد الحديث عن الحكومة، والآن يعتبر الحديث مبكر بسبب الانشغال بالنيابة وكذلك الحكومة. لكن عندما تنتهي، يعني بنخلص شهر أيار، بيكون عندنا عدة أشهر لرئاسة الجمهورية، يبدأ النقاش بين الأطراف المختلفة من يرون رئيس الجمهورية المناسب. عندها ندلي بدلونا. نحن حتى الآن لم نلتزم مع أحد برئاسة الجمهورية، ولم نسمي أحدا لرئاسة الجمهورية، ولسنا مستعدين أن نتحدث لا عن المواصفات ولا عن الاسم ولا عن التفاصيل إلا عندما نقترب من موضوع الرئاسة بشكل مناسب ويبدأ طرح الموضوع، حتى نكون موضوعيين، لأن هذا النقاش منه نقاش نظري، هذا نقاش عملي. من الآن سمحتك، من الآن ألا يوجد لديكم فيتو على أحد من المرشحين؟ يعني أنتم على مسافة واحدة وتنتظرون حتى تنضج الأمور ويبدأ الاستحقاق، الحديث في الاستحقاق دستوريا، لكن من ضمن الشخصيات المرشحة حزب الله لديه شخصية يضع عليها فيتو لا يمكن أن يقبل فيها من الآن؟ لا، نحن بنشتغل بطريقة مختلفة. ليش بدنا نروح على الشخصية اللي بنحط عليها فيتو؟ بكرة بنروح مباشرة على الشخصية اللي بنقبل فيها. هذا اللي بنحط عليه فيتو بدنا نعطيه قيمة؟ يعني ما في لزوم أنه نحكي هذا ممنوع وهذا ممنوع ونشوف مين هو المسموح، لأنه الحمد لله بالبلد في خيارات بيقدر واحد ينقي من خلالها وجوه مشرقة ومفيدة للسياسة اللبنانية وجامعة بين اللبنانيين، فليش بدنا نروح على الممنوعات مباشرة؟ في حد من الشباب عجب وجوابك، يبدو وصل صوته لهون. سمحتك، في موضوع العلاقة مع الحليف المسيحي الأكبر الآن في لبنان، التيار الوطني الحر، كيف تقاربون هذه العلاقة بعد الانتخابات النيابية؟ كثير حكي عن أنه لابد من إعادة تقييم هذه العلاقة، تطوير الاتفاق، وثيقة مارم خايل بين حزب الله وبين التيار الوطني الحر، في مشكلات، في معضلات، لكن متى التوقيت لإعادة صياغة هذه العلاقة أو تطويرها أو يعني النظر في كيف ستكون؟ منذ عدة أشهر عندما طرح إعادة النظر بوثيقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر، نحن جلسنا جلسة تمهيدية أساسية مع التيار الوطني الحر لمناقشة الموضوع، كيف نبدأ وكيف نخطط وكيف نشكل لجان لهذا الأمر. لكن اتفقنا أن حصول الانتخابات النيابية بعد 3 أو 4 أشهر من الوقت الذي جلسنا فيه يمنع من أن نخوض بمثل هذا النقاش، فأجلنا نقاش التفاهم وتفاصيل التفاهم إلى ما بعد الانتخابات النيابية، لم نناقش شيئا بموضوع التفاهم. وأنا الآن أقول لك، نحن بحاجة أكثر من التيار الوطني الحر أن نناقش التفاهم مجددا لنرى هل هناك ثغرات، هل هناك نواقص، هل يجب أن نجري بعض التعديلات عليه، لأنه مرور فترة طويلة من 2006 حتى الآن هناك أشياء طرأت، هناك سلوكيات حصلت، هناك مواقف اتخذت،
أكيد كل هاي بتعطينا انطباع وين الاتفاق أو التفاهم متين، وين في خلل أو بده بعض النقاشات. نحن متحمسون لهذا النقاش، وطبعا متفقين نحن والتيار الوطني الحر أننا بعد الانتخابات حيكون عندنا ورشة لمناقشة التفاهم، لأنه مقتنعين أن التفاهم يجب أن يبقى، وأن هذا النوع من التحالف السياسي الإنمائي يجب أن يبقى. ولذلك اليوم الانتخابات مش عم نفوتها متفاهمين، بمعزل عن أننا سنجدد للتفاهم بتفاصيل إضافية، حيكون هذا استمرارية إن شاء الله تعالى. جمعتم حلفاء متخاصمين مثل الوزير فرنجية والسيد باسيل مع الأمين العام لحزب الله، ولكن هذا اعتبر بشكل عام هو نوع من المصالحة الانتخابية أو التقارب الانتخابي. هل حزب الله جاد في عمل مصالحة بين الحلفاء، مصالحة حقيقية؟ هنا أتحدث ما جرى هو توليفة انتخابية بعد الانتخابات، كل سيأخذ سواء كان تيار الوطن الحر حركة أمل أو تيار الوطن الحر المردة. بعد الانتخابات ستعود الخلافات إلى ما كانت عليه، وما قام به الجهد الذي قام به حزب الله هو جهد لعمل صيغة تعايش انتخابي لا أكثر بين حلفائه؟ شوف، حلفائنا سواء كان الحليف حركة أمل أو التيار الوطني الحر أو تيار المرد سليمان فرنجي، حلفائنا يتحالفون معنا سياسيا بصدق. يعني المشروع اللي له علاقة بلبنان القوي الثلاثي الجيش والشعب والمقاومة هو مشروع محل اتفاق بيننا كحلفاء، لكن بالعلاقة الثنائية. ما عندنا مجلس حلفاء، يعني بمعنى أن يجتمع الجميع ويخططون معا سواء للعلاقة الاستراتيجية أو للعلاقة الداخلية، وإنما بعلاقاتنا الثنائية نحن متفقون استراتيجيا ومتفقون أن نتعاون في الداخل ثنائيا. حصلت إشكالات بين حلفائنا على المستوى الداخلي، لكن لم يحصل خلاف على مستوى الاستراتيجي. حاولنا أن نعالج هذه الأمور قدر الإمكان. توفقنا قبل 3 أشهر أن نهدئ الوضع بين حركة أمل والتيار الوطني الحر بموافقة الرئيسين، وبالتالي هذا الأمر بإرادتهما، لأنه هن قدروا كمان أنه هذه مصلحة، وأنه ليش بدهم يظهروا هالخلاف الداخلي بهاي المرحلة الحساسة ونحن مقبلين على انتخابات ومقبلين على شيء يمكن يكون في اتفاق أكثر مما كان سابقا. ففيني أقول أنه هاي المصالحة اللي حصلت بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، أو إذا صح التعبير هي مش مصالحة، تهدئة، لأنه هن ما كانوا في خلافات، كان يلتقوا بين حين وآخر. بس هذه المشكلة اللي حصلت عملنا حالة تعاون وتهدئة أرادها الطرفان، نحن كنا عامل مساعد. أما بالنسبة للرئيس سليمان فرنجي مع الرئيس جبران باسيل، يعني رئيس التيار ورئيس المردة، بالحقيقة نحن صرنا فترة عم نشتغل على إمكانية المصالحة. شو اللي خلانا نشتغل بهذا الموضوع؟ أولا يا أخي، أنتوا استراتيجيا متفاهمين، والخلاف اللي موجود داخليا ممكن يكون موجود بس بدون مطاحنة وبدون توتر، لأنه مظهر علاقتنا الداخلية بيساعد على إنجاز كتير من الملفات اللي احنا بحاجة لها، خاصة أنه الخصم السياسي عم بيعطل كل الملفات، يعني ما عم بيخلي شيء يمر. فنحن محتاجين نتكتل لنساعد على تمرير بعض الملفات الحساسة والأساسية. الرئيس سليمان فرنجي، رئيس التيار المردة، ورئيس التيار الوطن الحر جبران باسيل، اثنيناتهم وافقا على لقاء المصالحة عند سماحة السيد. هيدا اللقاء مصالحة وليس مصالحة، اسمه لقاء مصالحة، لم يكن لقاء انتخابيا. ودليلي على ذلك أنه هيدا اللقاء حصل بعد إقفال اللوائح،
طب من اللوائح اتسكرت وعندهم المرضى عندهم لائحة والتيار الوطني الحر عندهم لائحة، فإذا وين التفاهم الانتخابي كان ممكن يكون بلائحة واحدة؟ التفاهم لم يكن تفاهما انتخابيا، ويقدر كل منهما أنه كل واحد له حق. إذا هو مصالحة، إذا مصالحة هو لقاء مصالحة. السؤال المركزي، هل هذا لقاء المصالحة لح يترجم بشكل أكبر بعد الانتخابات بالتعاون الداخلي بتنسيق الجهود داخليا أم لا؟ خلينا ننتظر، نحن أملنا أنه نوصل لهالمستوى، لكن فيني أقول أنه اتأفل هذا الخلاف الصارخ اللي كان موجود خلال السنوات الماضية. طيب سمحتك تسمح لنا فقط ومشاهدين أن توقف مع فاصل، بعد الفاصل مباشرة لدي نقطتين أيضا فيما يتعلق بالوضع والشأن الداخلي في لبنان، وسنتحدث في القسم الثاني أكثر عن تأثيرات الإقليم على فيما يحصل حاليا في البلاد. مشاهدينا فاصل ونعود مرة أخرى إلى المساء، يبقوا معنا. تحية من جديد مشاهدينا في المسائية التي نستضيف فيها نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، حياك الله سماحتك. ونعود مرة أخرى للحديث عن لبنان. في مسألة ملف ترسيم الحدود في لبنان، حسب آخر المعطيات أو ما فهمنا بأن الملف عالق حاليا، ما هو موقفكم الواضح والصريح فيما يتعلق بموضوع ترسيم الحدود وآخر مستجداته؟ من اللحظة الأولى لنقاش ترسيم الحدود قلنا بأننا لن ندخل في نقاش علني حول الحدود وحول ترسيم الحدود، لأننا نعتبر أن المسؤولية هي مسؤولية الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي، وعندما يصل الملف في خواتيمه ضمن احتمالات متعددة ندلي برأينا في داخل الحكومة ونقول موقفنا النهائي، لكن أثناء التفاوض لن نقول لا نحن مع هالطرح ولا حنقول نحن ضد هالطرح، طالما هي نقاشات والنقاشات لا يترتب عليها أثر، نقاشات إعلامية، فنحن منتظرين. في بهمني أن يبين السبب ليش نحن عملنا هيك. لو افترضنا نحن أخذنا موقف أنه هذه هي حدود لبنان، معناتها نحن بدنا ندافع عن هالحدود اللي نحن آمنا فيها. طيب ربما المسؤولين اللبنانيين طلع معهم بالدراسة بالعلم بالترسيم أنه أقل، أو طلع معهم أكثر. إذا طلع معهم أقل نحن ما فينا نسيرهم لأن نحن قلنا موقفنا، إذا طلع معهم أكثر بيطلع أنه هن مهتمين بالحدود ونحن عم نحط حدود أقل حتى نعطل الاتفاق. فقلنا بلا ما ندخل ببلبلة ونقعد نبرر نحن ليش موقفنا هيك وليش موقف الحكومة هيك، طالما كله بإطار النقاش خلينا ننطر النتيجة النهائية، ولما بيجيبوا نقطة على الحكومة تيقولوا هذا هو اللقاء الأخير الذي سنقول فيه نحن مع هذا الترسيم منقول لهم رأينا، وبالتالي بيطلع موقف الحكومة هو موقفنا. احنا ما عندنا موقف مختلف عن موقف الحكومة، ما تقوله الحكومة مجتمعة حول الترسيم هو الحدود البحرية، وبالتالي نحن منتبناها على هالأساس. طيب في شبه التطبيع من بوابة ترسيم الحدود لديكم؟ إلى الآن لم يتمكنوا من القيام بعملية تطبيع، لكن مثلا نحن حذرنا أنه إذا كان وصل المبعوث الأمريكي إلى فكرة تقول بوجود شركة تأخذ من حق المشترك وتوزع بين الطرفين وتعقد اتفاقات بين الكيان الإسرائيلي ولبنان، هذا تطبيع حتى لو كان مدخله اقتصادي، حتى لو كان مدخله من البحر. نحن ضد التطبيع
برا وبحرا وجوا. يعني ما في عنا إمكانية لنناقش فكرة التطبيع، لأنه معتبرين هذا العدو الإسرائيلي مغتصب ويجب أن يخرج من الأرض والبحر والجو، وبالتالي ما إلو يناقشنا بقضايانا التي نؤمن فيها كحدود للبنان. هو طرحت فكرة الشركة كحل، واحدة من الأفكار، واحدة من مساحة مختلفة، واحدة من الأفكار اللي كان جايبها معه هوكشتاين، أنه يكون في طريقة بالترسيم تجعل هناك حق المشترك. هذه واحدة من الأفكار، لكن برجع بقول لك نحن لم ندخل بكل هذا النقاش والبلبل اللي صار بالساحة اللبنانية والساحة الدولية حول نقاش الترسيم والخط الأول والثاني والثالث والمشترك. نحن ما دخلنا فيها لأنه معتبرين كله نقاش عام خارج الصحن. القرار الحقيقي هو في داخل مجلس الوزراء، عندها ندلي برأينا. طيب، فيما يتعلق أيضا بالموضوع المعيشي للشعب اللبناني والخدمات الأساسية، وهو الموضوع الأساسي وهموم الناس هي الموضوع الأساسي الآن، عندما تقدمتم لمساعدة اللبنانيين بموضوع الوقود، قدمت السفيرة الأمريكية مبادرة جلب الغاز والبترول من مصر ومن الأردن، وأعطت استثناء شفهيا للحكومة اللبنانية وبدأ العمل والجهود على هذا الأساس. اليوم يبدو في تخلي عن هذا المشروع، أليس كذلك؟ يعني وكأنه قالوا للحكومة اللبنانية أنه معلوماتنا أنه عندما بادرت السفيرة الأمريكية بعد قرار سماحة السيد حفظه الله باستخدام المازوت الإيراني، أي خلال 24 ساعة كانت أعلنت أن الاستجرار ممكن والغاز ممكن، حصل لوم من المسؤولين الكبار في أمريكا للسفيرة بأنها تسرعت، وهي كانت ترغب أن تبين بأن أمريكا حريصة أكثر من غيرها على خدمة اللبنانيين. لكن بعد ذلك لاحظنا أن الأمريكيين درسوا الموضوع، وتبين للأمريكيين أن زيادة خنق لبنان في هذه المرحلة مطلوبة، وبالتالي اليوم هن اللي أوعزوا للبنك الدولي أن لا يعطي القرض، وهن اللي قالوا للمصريين إذا أعطيتم من دون ورقة هذا يعني أنكم تخالفون القانون، قانون قيصر، والأردنيين نفس الشيء. فاليوم هذا برسم اللبنانيين حتى يروا أن أمريكا التي تحاصرهم في أموالهم وتجري العقوبات من كل حدب وصوب وتحاصرهم في منعهم من تحصيل الاستيراد من الشرق، وتحاصرهم أيضا بالكهرباء حتى لا يبقى حتى الساعة الواحدة أو الساعتين أو أكثر من ذلك. هذا تآمر من أمريكا، هم يعتقدون أنه بالضغط على لبنان بهالطريقة ستجعل لبنان ينقلب على حزب الله، لكن الكل يعلم أن المشكلة ليست عندنا. لكن هم بذلك خدعوا الشعب اللبناني وخدعوا الحكومة اللبنانية بموضوع الاستثناء لاستجرار الوقود والغاز من الدول العربية عبر سوريا. يعني حصلت يعني في شيء، والغريب أنه ما في مصارحة للشعب اللبناني من قبل المسؤولين الرسميين حول هذه التفاصيل. برأيك الأمريكي تفرق معه كثير أنه خدع وما خدع؟ الأمريكي يتصرف مع أدواته باحتقار ويتركهم في لحظة الشدة، ولا يسأل إذا جاعوا أو عطشوا أو لفظتهم الناس، لأنه بيعتبروا أنه إذا هذا ما نفع بيستبدلوا وبيجيبوا حدا بداله. هيهم دخلوا بمسألة 17 تشرين بطريقة غير عادية وعملوا كل الضغوطات اللازمة، لما وجدوا أنه تراجعت هاي الحركة وبالتالي انكفأت، الآن عم بيفكروا بخيارات أخرى، عادوا إلى خيارات الفاسدين الذين اعتمدوا عليهم في الفترة السابقة ليجددوا لهم تحت عنوان أنه هذا هو المتوفر وهذا هو الموجود.
أمريكا لا أمان لها ولا عهد لها، وبالتالي لن تهتم لو جاع كل الشعب اللبناني من دون استثناء أمام سياساتها التي تصب في مصلحة إسرائيل. لذلك لو المسؤولين اللبنانيين من الأطراف الأخرى بيرفعوا الصوت وبيقولوا لأمريكا أنت تخطئين معنا، بيقول لأمريكا أنت تخسرين كل من في لبنان، أنا بعتقد أنه أمريكا تراجع حساباتها، بس ما عم تشوف حدا عم بيصرخ بوجهه ويحكي، لأنه نحن لما منصرخ ومنقول أمريكا فاسدة أمريكا متآمرة بيعتبر أمريكا أنه ما طبيعي نحن أعداء لها، بس اللي معها ما منشوف أنه عم بيواجهوها، وهي تزداد غيا. بعتقد ما عم بيكفي اللي عم بيشوفوه بأفغانستان وبأوكرانيا وبالمناطق. نعم، رطب الوضع المعيشي سماحة نائب الأمين العام، موضوع الأمني أيضا في لبنان على صعيد الأمن الاجتماعي في الضاحية الجنوبية، بما لهذه الجغرافيا من تاريخ ومن رمزية نضالية وإلى آخره، في الآونة الأخيرة كان في نوع من الانفلات الأمني حصلت بالتنسيق بينكم وبين حركة أمل والأجهزة الأمنية اللبنانية، مداهمات ومحاولة لتطويق هذه الظاهرة، لكن هل ستستمر؟ وهل الحملة الأمنية أعطت ثمار؟ الضاحية في نهاية المطاف لسكان الضاحية الذين يتابعوننا الآن سوف تعود إلى مرحلة الأمان، وأن الناس كانت تسير في الضاحية ليل نهار من دون يعني أن تخشى على نفسها أو على أموالها، هذا المسار مستمر وأنتم جادون فيه؟ السارقون في الضاحية أو الذين يرتكبون أعمال مخلة بالأمن لا علاقة لهم بالجوع ولا بالعطش، هم يستغلون فكرة أن الجو في البلد فيه جوع وعطش حتى يكون هناك تبرير للسرقة وما شابه، وإلا السرقة عم تصير عبارة عن عصابات منظمة فيها لبنانيين وسوريين وفلسطينيين ويتعاونون مع بعض وإلهم إدارة وإلهم هيكلية، لكن لأنه القوى الأمنية مربكة في لبنان ما قدرت تغطي كل الواقع اللبناني عند ظروف صعبة، هول استغلوا هاي الفرصة وقاموا بأعمال مشينة، وهذا الأمر ليس في الضاحية فقط، بجونيا موجود، بطرابلس موجود، بصيدا موجود، بكل مكان في لبنان، ببيروت موجود، لكن بالضاحية نحن اعتبرنا أنه كتير مؤثر، لأنه عم نعمل كل ما نستطيع لمعالجة مشكلة الجوع والعطش للناس بالخدمات الاجتماعية التي نقوم بها وبالتكافل الاجتماعي، والحمد لله عنا أيادي خيرة كثيرة تتعاون مع بعضها على مستوى العائلات وعلى مستوى الحزب وعلى مستوى الشخصيات اللي عندها إمكانات مالية. إذن ليش بده يكون في هذا الوضع؟ استعنا بالأجهزة الأمنية أنه طيب قوموا بدوركم، الذي قام بالعمل هو الأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية، وأنا بعتقد إذا استمروا بهالطريقة ونحن معهم متعاونون مستمرة هذا مستمرة إن شاء الله، لا تعود هذه الظاهرة موجودة، يعني هذه الظاهرة تستغل فرصة وضع بالبلد، لكن إذا حصل ضبط لإلها ما بتعود تستمر. يعني تداركنا الوقت ولا بد من الحديث عن الإقليم، لكن اسمح لي يعني نختار موضوع سوريا. العلاقة مع سوريا كانت علاقة زيارات فردية، مصالح أمنية ربما بين لبنان وسوريا، لكن هل هناك جديد على صعيد العلاقة مع سوريا حكوميا بعد الانتخابات بالنسبة لكم؟ من المفروض أن تطرح الحكومة الجديدة موضوع العلاقة مع سوريا، لا أستطيع من الآن أن أحسم أنه هل ستستطيع الحكومة القادمة أن تجري أو تقيم علاقات مع سوريا أم لا، لكن بالتأكيد نحن سنسعى بكل جهد أن تعود العلاقات طبيعية مع سوريا، آن الأوان أن يعود النازحون إلى بلدهم الآمن، وآن الأوان أن نفتح هذا السوق السوري الاقتصادي للبنان، وآن الأوان أن نتفق مع سوريا على أن تكون معبر
لصادراتنا إلى الأردن والعراق والمناطق المختلفة. هناك مصلحة أكيدة للبنان بالتفاهم مع سوريا، وهذا تستفيد منه سوريا، لكن لا يصح أن نبقى خاضعين لهذا الضغط الأمريكي الدولي الذي يمنعنا من العلاقة مع سوريا، مع العلم أن مصلحة لبنان أن يتنفس من هذه الرؤية. الحوار الإيراني السعودي في الجولة الخامسة يبدو الأمور إيجابية لحد ما، كيف سينعكس هذا الحوار على لبنان؟ هل لديكم اطلاع على هذا، تفاصيل هذا الحوار أنتم كحلفاء لإيران؟ هل تساعدون في موضوع اليمن كذلك؟ يعني سمعنا الأمين العام يقول إذا أردتم أن تحلوا موضوع اليمن اذهبوا إلى اليمنيين، لكن كل التسريبات تقول بأنه إيران تساعد في هذا الأمر أو وافقت على أن تساعد في هذا الأمر في جولات الحوار. الحوار الإيراني السعودي إيجابي ونحن نشجع عليه، ونتمنى أن يتواصل وأن يصل إلى مستوى نقاش سياسي دبلوماسي أمني بكل المعايير، لأن إيران والسعودية يستفيدان بكل المعايير من الاتفاق والتفاهم، وكل دول المنطقة ينعكس عليها هذا التفاهم، فنحن نشجع عليه. أما بالنسبة لموضوع اليمن، موضوع اليمن يتطلب من السعودية أن تناقش اليمنيين مباشرة، وفي عنده 100 طريقة للنقاش، إما عبر شو المعنى عمان أنكم أول. تساعدون كحزب الله أو حتى إيران، يقال أنها وافقت على المساعدة، لكن شو المانع أن يقوم حزب الله بالمساعدة؟ ما هو يجب أن نعرف ما هي المساعدة التي تريدها السعودية. إذا بدها مساعدة مشان إلهم عدوا مع بعض وتفاهموا مع بعض وتقريب وجهات النظر، إذا نحن منفيد نحن حاضرون، إذا منفيد. بس إذا كانت المساعدة بتعني أن تتفق السعودية مع إيران على حساب اليمن من أجل أن يتنازل اليمن لمكتسبات لها علاقة بالعلاقة السعودية الإيرانية، إيران لا توافق على هذا المنطق. فلما عم تقول إيران روحوا ناقشوا اليمن، ولما نحن كحزب الله عم نقول روحوا ناقشوا اليمن، لأنه ما عندنا شيء نعطيه نيابة عن اليمنيين، هم أقدر أن يقرروا ماذا يعطون وماذا يأخذون. بس أنه وتقل مساعدة يعني خلي يحكوا مع بعض، يكرم عينهم. إذا كان المساعدة تعني أن تشاركوا في الضغط على اليمنيين، شو بدنا نضغط على اليمن؟ ما هني مضغوطين اليمنيين، ما اليمنيين القذائف نازلة عليهم والدمار قائم عليهم والحصار قائم عليهم، هن اللي بدهم ضغط عليهم. بده ضغط على السعودية حتى تكف وترحم هالمسلمين اللي موجودين باليمن. أشكرك جزيل الشكر، الوقت مرة سريعا. نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. أهلا وسهلا. مشاهدينا المسائية انتهت، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.